قبل كامب كنت ما كنت متخيلة إنه نكون رفقة، وكنت كتير متلبكة، وما كنت متخيلة إنه الكوتشز يجوا معنا كتير ويكونوا كتير رفقة معنا. وتعلمت كتير من الأشياء بهالكامب، إنه بيجيني باسكت بول كمان أشياء سكيلز وقصص. وبعدين بشكر السفارة الأمريكية على هالشي كله. مرسي. قبل كده ما كنت كثير عتليني هم كيف بده يكون، وكيف انه ما راح انسجم مع الكل، بس بعدين انه الكل طلعوا فريند ومناح، والكوتشز كثير كانوا مناح معنا، وانه تعلمت مهارات جديدة بالباسكت بول وكيف اتعامل مع هاي. كنا متوقعين يكون علينا مسؤولية كثير كبيرة وما يتجاوبوا معنا الكوتشز، بس طلع بالعكس وعلمونا مهارات كثير جديدة. كنت خايفة اجي وانه مش كتير متحمسة، بس لما وصلت كتير حبيت وتعرفت على ناس جداد، وهذا كتير شجعني لكفي بالكون، وتعلمت سبورتس جديد بالباسكت، وانه كون صبورة وبقدر يعني كل شي بيقلي يا الكوتش لازم اسمعه منيح، انه بقدر وصل، ومش كل واحد يعني انه خلص خلق معلم دغري بيقدر يوصل، كلنا لازم نشتغل لنوصل. وتعرفت على ناس جداد اكيد، وبشكر السفارة. كنت خايفين انه كيف بدي اتصرف مع رفقاتي او الناس الجداد هون، بس بعدين تعرفنا عليهم وصرت كتير فرنس معهم، وتعرفت على كالتشرز زيادة وكيف بيتصرفوا هن وكيف بيحكوا بيناعهم هيك. تعلمت بالكامب كيف نتقبل الآخر، كيف كنا نحترم بعض ونمشي على النظام، كان الكل متجاوب مع الكل، وكلنا هيك حبينا بعض وصرنا كتير صحبة مع بعض. بدي أشكر الكل الكوتشز والسفارة. أنا حبيت الكون لأنه تعرفنا كتير عالم على بعضا وتسلينا، وبشكر كمان الكوتشز والسفارة. تعلمت من الكامب كيف شغلات جديدة بالباسكت، وتعرفت على رفقة جديدة وكوتشز جداد، وبشكر السفارة. ما كنت عارفين انه نحن نتعرف على هيك رفقة، وما كنت عارفين كمان انه نحن نتحمل مسؤولية ونتعب كتير. انا اول مرة بطلع هيك كامب انه بعيد عن بلدي، وما كنت عارفين هيك الجو يكون حلو. مرسي لكوش. انا كتير مبسوطة بهنا الكون، واكثر شيء حبيت هو الاكتيفيتي اللي عملناها مع بعض، علمونا كيف نتعاون مع بعضنا، وكيف انه من دون ما لازم نكون بحاجة لحدا لحتى يساعدنا. قبل ما اجي اتوقعت انه يكون الكوتش كتير اثير علينا، بس صار العكس وعلمونا التعاون والنظام والمسؤولين. حبيت الكامب لانه كان كتير سلينا فيه، ولانه كلنا شاركنا وتعاوننا، تعلمت انه التعاون هو سر النجاح. كتير حبيت الكون لانه كتير فادنا باشياء سبور وغير سبور، وأكيد عرفنا على رفقات جداد. وبدي أقول مرسي لكل الكوتش، وخصوصي لكوتش جان أنه هو اللي ساعدنا وكان معنا بالكون براس بعربك، ومرسي لكل سفر كان الكون كتير حلو. بالرغم من الإصابة اللي تعرضت لها حبيت كافي بالكون، أنا كنت حابة دايب بالكون. بشكر السفارة. كنت متوقع يكون في كل وقت باسكت، بس عملنا كتير اكتيفيتيز حلوة وتسلينا كتير. أنا كنت خايف أمرض وما أنزل على الكامب. أنا قبل الكامب كنت خايف إنه ألتقي بناس مش مهذبين. أنا كنت خايف من الأوضاع الأمنية. كنت خايف إنه يكون تدريب كتير صعب. هيدا الكامب علمني النظام والمسؤولية. تعلمنا كمان بالكامب أشياء جديدة بالباسكت. ساعدت. تعلمنا المشاركة والتعاون. بشكر الكوتش وكلهم لأنه عملونا بطريقة منيحة. بشكر البروجرام اللي قدمته اليونايتد سبورتس والسفر الامريكيين. صوريني. ضيقتنا بتتميز بحرف القاف، فبدي اقول هيك شغله صغيره. قلت لك تتقله، قلت له، قال لي ما قلت له، كيف بتقلي قلت له ما قلتلوش؟ لا بس ما خشبي تشيكوش قبل ضيق، وجدك وكل اللي بيمشى على جدك منيح هيك. قلت له قيمة قلبي بطول.
عن جد.